اختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن أعمال البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل حول مفاهيم الحماية وإدارة المساحات والأنشطة النوعية للدعم النفسي الاجتماعي، وذلك بدعم من منظمة اليونيسف. التفاصيل في تقرير الزميل وضاح الشليلي. استهداف كل محافظة عدن في مديريات الكمان. اختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن أعمال البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل حول مفاهيم الحماية وإدارة المساحات والأنشطة النوعية للدعم النفسي، وذلك بدعم منظمة اليونيسف. في حفل الاختتام أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد حمود قاسم إلى أهمية تطبيق مخرجات البرنامج الذي يهدف إلى توفير الأجواء والمناخ الملائم للأطفال وإخراجهم من الضغوطات النفسية بالتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات المجتمعية في عدن. طبعا تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، وهذا إنجاز نحن نعتبره على مستوى مديريات محافظة عدن، الذي بالفعل استطعنا من خلال هذه الدورة التنشيطية أن نحن نحقق الأهداف التي كانت في خططنا بالنسبة للمساحات الصديقة. استطاع يعني عدد كبير من اليسيرين والمتطوعين يشاركوا في هذه الدورة ويستفيدوا في الدورة التنشيطية ويستفيدوا منه. 75 مشاركا ومشاركة من ممثلي منظمات ومؤسسات وجمعيات مدنية أنهوا على مدى 10 أيام البرنامج التدريبي حول مفاهيم الحماية وإدارة المساحات والأنشطة النوعية للدعم النفسي، تلقوا خلالها عدد من المعارف المتعلقة بحماية الطفل. الاستفادة كانت كبيرة، التعرف على المشاركين من مختلف المؤسسات وكيف ممكن نعمل تشبيكات في الأيام القادمة كمان كانت حاجة حلوة من خلال التدريب هذا، وأيضا من خلال التدريب هذا بيكون في تدريب آخر متقدم حسب وعد المدربين والشؤون الاجتماعية والعمل. في خلال العشر الأيام استفدنا أمور كثيرة، منها كيفية التعامل مع الأطفال، كيفية الدعم النفسي للأطفال من خلال تجسيد لهم الأمور من خلال الألعاب، مسرح الدمى الشعبية، الألعاب الرياضية، أيضا الحكواتي. كانت الدورة مليئة بالمفاجآت، حيث لاحظوا أن التفاعل كان إيجابي من قبل المشاركين في هذا البرنامج، وكما كان إعداد جدا جيد من قبل الشؤون الاجتماعية للعمل، وإن شاء الله تكون بداية جديدة مع العمل في هذا المجال. البرنامج الذي جاء تزامنا مع اليوم العالمي للطفل يهدف القائمون عليه تطبيقه على أرض الواقع بالشراكة والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك ضمن تدخلات منظمة اليونيسف في دعم الأطفال نفسيا واجتماعيا وتوفير بيئة آمنة لهم. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.